السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب يومكم جميعاً، وشكراً دكتورة على هذا الفيديو. الآن أصبحت يعني كان معبرة أكثر من السبيتش التي سوف ألقيها الآن. السيدات والسادة، الحضور الكريم، في البداية أود أن أرحب بكم جميعاً في هذا اليوم، وأن أتقدم إليكم بخالص الشكر لانضمامكم إلينا، ونحن نعلن إطلاق الخطة الوطنية للبرودباند في دولة قطر، والتي تمثل خطوة هامة في مسيرة دولة قطر لتصبح دولة رائدة في اقتصاد النطاق العريض في المنطقة. وتمثل الخطة الوطنية للبرودباند ميثاق عمل متكامل وطموح للتطوير، والعديد من المتحدثين والمشاركين المتواجدين بيننا اليوم لهم دور كبير في تطوير هذه الخطة، ونحن نقدم لهم ما بذلوه من وقت وجهد. اليوم وبعد كل هذا الجهد، أحب أن أؤكد أن الخطة الوطنية للبرودباند ليست مجرد خطة حكومية فحسب، بل هي ملك لكافة القطاعات وكل فرد منا في قطر، ونجاحها الذي سوف يحققه لأمتنا التقدم والرخاء يعتمد علينا جميعا. متى كانت البداية؟ منذ ما يقارب عقد من الزمن اتخذت القيادة الرشيدة لدولة قطر قراراً بالاستثمار بقوة في بناء وإرساء بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق أفضل المعايير العالمية وبقدرات وسرعات عالية، والتي تضمن لقطر مكانة رفيعة بين دول المنطقة، وفي نفس الوقت تميزها كدولة رائدة على الصعيد العالمي. ولم يغب عنا أن مقومات وركائز ذلك القرار تتمركز في أربعة أشياء: الاستثمار في تكنولوجيا النطاق العريض التي تتميز بالسرعة الفائقة والجودة العالية والأسعار المعقولة، بالإضافة إلى الاستثمار في أنظمة الكابلات البحرية وبرامج الأقمار الصناعية. التركيز على الشباب وتدريب القوى العاملية العاملة وزيادة جاهزيتها. التركيز على الخدمات العامة وتقديم الرعاية الصحية والتعليم والتعليم المستدام. التركيز على الوصول إلى كل مواطن بغض النظر عن وضعه المادي أو الاجتماعي، وبصرف النظر عن المكان الذي يعيش فيه. باختصار، يمكننا القول أن الغاية من ذلك لا تتمثل في رغبتنا في قياس تأثير قرار الاستثمار في البنية التحتية من حيث خلق الثروات والفرص بحسب، بل تتمثل في انفتاح دولة قطر على العالم. أود أن أشارككم الآن في بعض الأرقام التي سوف تبين ما هو أثر ذلك القرار وما هو الوضع الحالي في دولة قطر. لقد استمر ارتفاع نسبة انتشار البرودباند بين الأسر في قطر، حيث ارتفعت من 41% 2008 إلى 80% في عام 2010 إلى 85% في عام 2012. جاءت قطر في المرتبة 27 من أصل 190 بلداً في تقرير الأمم المتحدة بالنسبة للحكومات الإلكترونية، والتقرير الذي صدر 2012. كما صنف التقرير دولة قطر في المرتبة التاسعة في مؤشر المشاركة الإلكترونية الذي يقيم مدى نجاح الحكومة في تحفيز المواطنين على المشاركة في صنع السياسات العامة من خلال استخدام برامج الحكومة الإلكترونية. وبفضل التحسينات المستمرة في البنية التحتية، فإن 18% من عموم الأفراد في قطر يستفيدون الآن من خدمات البرودباند المتنقلة، مقارنة بنسبة 15% في سنة 2010، مع تسجيل معدل انتشار أعلى بين المواطنين القطريين. ومن المتوقع أن يزيد الطلب على النفاذ لخدمات البرودباند مع التطور المستمر الذي تشهده صناعة التكنولوجيا في العالم. فوفقاً لأحدث دراسات سنوية أعدتها شركة بوز أند كومباني حول الإنفاق في البحوث والتطوير، فإن قطاع البرمجيات والإنترنت حقق استثمارات ضخمة، ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 22%، وكلما زاد الإنفاق على التطوير والبحث سوف تزيد
سوف يزيد إدراك المستهلكين بالإمكانيات التي تتيحها البرودباند، كما أن ذلك سوف يزيد من طموحاتهم وتوقعاتهم منا نحن كذلك. ونحن نعلم أن مزودي الخدمة في جميع العالم وفي قطر يبذلون قصاري جهدهم لتلبية الطلب المتزايد على شبكة برودباند فائقة السرعة، ولكن تبقى السرعة والقدمة والقدرة على تحمل تكاليف البرودباند بشقيه الثابت والمتنقل من بين القضايا الرئيسية. فعلى سبيل المثال، تشير الدراسات التي أجريناها في قطر أن معظم مستخدمي تكنولوجيا البرودباند في قطر يشتركون في باقات البرودباند منخفضة السرعة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار خدمات البرودباند الأعلى، فضلاً عن، وهذا هو السبب أساسي، عن غياب الوعي بالفوائد المرتبطة بالسرعات الأعلى في نقل البيانات، وكذلك لعدم توفر التطبيقات التي يمكن المستخدمين استخدامها. وعليه فيجب أن نستمر في تشخيص ومعالجة هذه التحديات وتحسين وتوسيع البنية التحتية والقابلية للربط لتكنولوجيا النطاق العريض، لكي نثبت قدرتنا على تسخير القوة الحقيقية لتكنولوجيا المعلومات لإثراء حياة الأفراد وتأمين مستقبل مشرق لدولة قطر. سوف أشارككم الآن ما هي ملامح الخطة المستقبلية. هنا يأتي دور الخطة الوطنية للبرودباند بأهدافها الشاملة لتعزيز سوق تكنولوجيا النطاق العريض وتوفير خدمة عالية الجودة بسرعات فائقة وبأسعار معقولة للجميع. تضع هذه الوثيقة خطة لمدة 10 سنوات بأربعة أهداف طموحة لعام 2016. هذه الأهداف ستساعد على ضمان تحقيق وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا النطاق العريض. ولقد وضعت الوزارة هذه الخطة بهدف تعزيز ودعم عملية تطوير قطاع البرودباند الإنترنت فائقة السرعة. وتتمثل هذه الأربعة أهداف: أولاً، إتاحة الاختيار لكافة السكان في قطر ليختاروا بين لا يقل عن 2 من مقدمي البرودباند بحلول 2016. الهدف الثاني: إتاحة إمكانية النفاذ ل 95% من الأسر إلى خدمات البرودباند وبسرعة لا تقل عن 100 ميجا بايت في الثانية للتنزيل و50 ميجا بايت في الثانية للتحميل. الهدف الرابع: إتاحة إمكانية النفاذ لجميع الشركات والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية إلى خدمات البرودباند بسرعة لا تقل عن 1 جيجا بايت في الثانية. الهدف الرابع: نشر الثقافة الرقمية بين عموم السكان بعام 2016 مع ضمان الخصوصية الرقمية للمستخدمين وحماية البيانات الشخصية وحرية التعبير والرأي. وأرى أن هذه الأهداف قد تكون طموحة، ولكنها جميعا قابلة للتنفيذ إذا عملنا مع بعض. كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف؟ بالأمس طبعا، الآن مع نيلسون مانديلا قد توفى، فبالأمس من الجمل التي يعني أحب أن اقتبستها من الكلمات التي قالها، لقد قال: دائما ما تبدو الأمور مستحيلة إلى أن تتحقق. فكل يعني من السهل أننا نقول أن الأشياء صعبة أو مستحيلة تحقيقها، ولكنها عندما تتحقق سنراها أنها سهلة التحقيق. فلتحقيق هذه الأهداف سوف تقوم الوزارة بأربع محاور. المحور الأول وهو دعم المنافسة في السوق، ومن المخطط إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات، والتي من شأنها تشجيع ودعم الانفتاح وتنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. المحور الثاني الإجراء الثاني الذي سوف تعمله الوزارة، سوف نقوم بضمان الإدارة الفعلية الفعالة للموارد الناضبة، وهنا نعني
السبيكتروم والأرقام وبعض الموارد الناضبة التي لها خصوصية في قطاع الاتصالات، وذلك من أجل ضمان نشر البنى التحتية للاتصالات الثابتة والمستقلة باستخدام أكثر الأساليب فعالية وكفاءة. الخطة الثالثة، سوف نقوم بتعظيم الاستفادة من البرودباند، وذلك من خلال توفير قدر أكبر من المحتوى الرقمي التي من شأنها أن تدفع على زيادة التبني، وذلك بالعمل مع جميع المؤسسات الحكومية ومع القطاع الخاص لزيادة المحتوى الرقمي. رابعاً، ضمان توسيع استخدام البرودباند من خلال معالجة القضايا الخاصة برفع الثقافة الرقمية والتكلفة المعقولة وجودة الخدمة والوعي والمعوقات الخاصة بأمن المعلومات. ومع تحقيق كل ما سبق، سوف نصل إلى ما تخطط له دولة قطر في إرساء تغطية تامة بنسبة 100% بسرعة 8 ميجا بايت في الثانية على الأقل في المناطق التي يعيش فيها العمال، مما يعكس التزام قطر المستمر بالتنويع وحماية حقوق العمال. فهذه الأربع أشياء التي سوف تقوم بها الوزارة، وهو من دعم المنافسة، ضمان الإدارة الفعالة للموارد الناضبة، تعظيم الاستفادة من البرودباند وذلك بزيادة المحتوى الرقمي، وتوسيع استخدام البرودباند وذلك بزيادة الأويرنس لها. هذه هي الخطة التنفيذية التي سوف تقوم بها الوزارة. وسوف يرتكز عمل الوزارة في جميع هذه المجالات على العديد من الإنجازات التي تحققت في العقد الماضي، وستواصل الوزارة جهودها مسترشدة بالخطة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات 2015 والرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وبالسوق القطرية لتكنولوجيا المعلومات، وبالعمل مع المشغلين اللي هي شركة أوريدو وشركة فودافون وشركة كيو أن بي أن وجميع الشركات التي تقوم بتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات في قطر. قبل أن أنهي هذه الكلمة، أود أن أشارككم في ثلاث مبادرات أساسية نقوم الآن بعملها. المبادرة الأولى، وهي بالنسبة للحكومة الإلكترونية، فلقد شكل معالي رئيس الوزراء لجنة توجيهية برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهدف هذه اللجنة وضع ومتابعة الخطة الوطنية للحكومة الإلكترونية 2020، وهي ستكون الخطة من أحد أهدافها تعظيم الاستفادة من البنية التحتية وبنية البرودباند التي تملكها أو يقوم بوضعها القطاع الخاص والدولة. وسوف تركز الخطة على ثلاثة نقاط أساسية: توفير الموجة التالية من الخدمات من خلال توفير الخدمات عبر الإنترنت، والآن طبعاً إن شاء الله بيكون عندنا الإنترنت السريع بالبرودباند على جميع قنوات الاتصالات. الهدف الثاني لخطة الحكومة الإلكترونية الشفافية، زيادة الشفافية عن طريق توفير البيانات العامة، وهي يعني البيانات العامة التي لا تدخل في الخصوصية سوف تكون متوفرة على الإنترنت. وسوف كذلك نقوم بتوفير الخدمات الإلكترونية المتطورة من خلال منصات مركزية وبنية تحتية مركزية، سوف تكون بعض الخدمات قائمة على مركزيتها على مركزية البنية التحتية ومركزية المنصات. وكذلك سوف نقوم الخطة سوف تقوم بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية. المبادرة الثانية التي تعمل بها الوزارة وهو بالنسبة إلى البريد، لقد تم إلحاق البريد القطري في الوزارة،
ولقد تمت وقد قامت الوزارة بتطوير استراتيجية للبريد القطري، علما بأنني أود أن أشارككم بأن ما يحدث الآن في قطاع البريد يحدث على مستوى العالم، حيث تحل الرقمية محل الورق في كافة صور الاتصال. فعليه فإن هدف استراتيجية البريد تكون توفير أفضل الخدمات البريدية عبر مختلف مناطق دولة قطر، وتبني الرقمية في هذه الخدمة بشكل سريع. وسنركز على تعزيز الخدمات البريدية، الاستثمار في بناء أفضل العمليات البريدية، وتحفيز القدرات على مستوى المؤسسات. وأخيراً، من المبادرات التي تعمل بها الوزارة الآن، فالوزارة تقوم بتكثيف جهود الأمن السبراني، إيماناً بأنه لا جدوى من تنفيذ بنية تحتية متقدمة إذا لم نكن قادرين على حمايتها. ولا شك أن معظمكم قد علم بما وقع من عدة أسابيع من استهداف لمواقع قطرية من قبل بعض المحترفين. وعليه فلقد تم إنشاء لجنة وطنية للأمن السبراني لمعالجة أجندة الأعمال السبرانية على المستوى الوطني، وضمان وتبني كافة الجهات العامة والخاصة للسياسات السبرانية السليمة، فضلاً عن إجراءات تدريبات وطنية لحماية البنية التحتية للمعلومات. ومن أهم الأشياء التي نعمل بها هو ليس فقط تطوير شبكة أمنية متطورة، ولكن نركز أيضاً على إنشاء إطار تشريعي قوي يوفر الحماية ضد إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال صياغة تشريعات وسياسات جديدة مثل سياسة حماية البنية التحتية الحرجة، سوف يكون في قانون لذلك تم الانتهاء منه، وهناك سوف يكون قانوناً لحماية المعلومات والخصوصية الذي يهدف إلى حماية النظم الأساسية في الدولة. ولحسن الحظ عندما نتحدث عن الأمن السبراني، فإن الحكومات الدول لم تعد تعمل بمعزل عن بعضها في مواجهة هذه المهمة. ففي هذه الحقبة من الزمن التي تشهد زيادة مضطردة من التهديدات السبرانية، فإن الحفاظ على أمن الشبكات لم يعد مسؤولية الدولة بمفردها. لقد أضحت جرائم الإنترنت من كل نوع عابرة للحدود. وعليه فنحن ضمن تجمع دولي يضم أكثر من 90 دولة، كان آخر اجتماع لهم في سؤول، وذلك لوضع مجموعة من المبادئ الأساسية التي يمكن للدول اتباعها من أجل خلق فضاء إلكتروني مفتوح. وفي الختام، أود أن أعبر مرة أخرى عن تقديري لكم جميعاً ولكل من ساهم في وضع خطة قطر الوطنية للبرودباند، وأتمنى مشاركتكم المستمرة في هذا العمل. وأؤكد لكم أن الحكومة من جانبها ملتزمة بالمضي قدماً في تطوير الأجندة الرقمية لدولة قطر. ولكن وبالرغم من أن هذه الخطة توفر التوجه اللازم، فإن تنفيذها به العديد من العقبات والتحديات، ولا شك أننا سنحتاج مساعدة المؤسسات العامة، ونحتاج مساعدة القطاع الخاص، ونحتاج مساعدة المشغلين، وكذلك نحتاج مساعدة الأفراد لضمان نجاحها. وكخطوة أولى لتنفيذ هذه الاستراتيجية، فلقد أريد أن أعلن أنه تم تشكيل فريق عمل إشرافي تكون مهمته تنسيق جهود جميع أصحاب المصلحة. هذه المجموعة ستكون متعددة التخصصات، وستضم مسؤولين من الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص ومن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأعلام، لأن أصبح الإعلام الرقمي جزء من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صعب من الصعب تجزئته، والمطورين والقطاعات الحيوية الأخرى. وذلك وستتولى هذا الفريق رصد وتحقيق المبادرات وقياس التقدم وضمان تلبية جميع الأهداف. آمل أن توفر هذه الندوة الفرصة للاستماع إلى بعضنا البعض والتعلم من بعضنا البعض، ومن خلال جهودنا وعملنا المشترك سنضمن مستقبلاً مشرفاً لدولة قطر عبر هذا القرن وما بعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.